بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض في السيل دي جنريشن. كنا اخذنا نوعين من انواع السيل دي جنريشن الفيديو اللي فات، اخذنا الكلاود سويلنج واخذنا كمان الهيدروبيك دي جنريشن. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض في نوع مهم جدا، عشان كده انا هعمله في فيديو لوحده، هو الفاتي دي جنريشن. تمام كده؟ طيب الفاتي دي جنريشن اظن باين من اسمه، فاتي يعني احنا بنعمل ايه، في دهون هتتراكم جوه الخليه. تمام كده؟ طيب ليه اسم تاني وده مهم قوي، عشان ساعات بيجي في الام سي كيو يقول لك الاستياتوزيس اقصد بيها ايه؟ الاستياتوزيس اقصد بيها الفاتي دي جنريشن. تمام كده؟ هي هي. طيب الديفينيشن، لو جينا نعرف في الفاتي دي جنريشن، والله ده بينتمي لانواع الدي جنريشن، فهو بيعتبر عباره عن ريفيرسبل سيل دي جنريشن. تمام كده؟ اللي بيحصل فيه ان بيحصل اب نورمال اكيوميليشن. طب اشمعنى قلت اب نورمال؟ لان اصلا الفات يا شباب او الدهون، يعني ساعات في بعض الاماكن بيتراكم فيها دهون بشكل طبيعي. تمام كده؟ تمام. ولكن لما بيتراكم كميه زياده عن اللزوم او كميه غير طبيعيه او في مكان المفروض ان هو ما بيتراكمش فيه دهون، دي بنقول عليها فاتي ديجنريشن. يبقى اذا لازم تقول لي ابنورمال اكيوميليشن للنيوترال فات او للدهون، يعني في البارينكمال سيل بتاعت بعض الاورجان، زي اشهر الاورجان اللي هناخدها نفس الاورجان اللي خدناهم في الكلاود سويلنج، هم هنا هناخد برضو الليفر. وخد بالك عشان ده سؤال مشهور هيجي لك في بعض اسئله ام سي كيو، هيقول لك مين اشهر مكان يحصل فيه فاتي ديجنريشن، هتقول له مين؟ الليفر. تمام كده؟ طيب تاني حاجه قال لك هناخد برضو الكيدني، ودي هتلاقيها شبه نفس الكلام بتاع الليفر بالظبط، نفس الوصف بتاع الليفر بالظبط، نفس الكلام اللي بيحصل في الليفر بيحصل في الكيدني. تمام؟ واخيرا طبعا على مستوى الباثولوجيكال فيتشرز، يعني تمام كده، او الباثولوجيكال بيكتشر. تمام؟ طيب بعد كده اخيرا بقى هناخدها هي الهارت. تمام كده يا شباب؟ وهتلاقينا عامل لكم برده في الاخر ملخص كده، مجمعهم لكم الثلاثه مع بعض، اللي هو الباثولوجيكال بيكتشر بتاعت الثلاثه جنب بعض كده عشان تحفظوها كويس. تمام كده؟ طيب اتفقنا، قلنا الفاتي ديجنريشن هو ريفيرسبل، بس بشرط ان هو يكون حاجه مايلد او مودريت والفتره صغيره. لو كان سيفير او لفتره طويله، ساعتها هيحصل ايه يا شباب؟ هيحصل ديس على طول، الخليه هتموت ومش هتستسلم ومش هتقدر تستحمل. تمام كده؟ تمام. طيب خلينا احنا في الفاتي ديجنريشن. لو فرضنا ان الفاتي ديجنريشن ده حصل نتيجه انجروس ايجنت، الانجروس ايجنت كان مايلد او مودريت والفتره صغيره، ايه بقى الحاجات اللي هتحصل؟ بص يا سيدي، الاول هو انت اصلا قلت لي يا دكتور اكيوميليشن للنيوترال فات جوه الخليه، هو انا اصلا ما اعرفش الفات اصلا طبيعي بتاعها جوه الخليه ازاي. فبص يا سيدي، احنا والله الاول هنكلمك او هعرفك الاول ايه هو النورمال ميتابوليزم بتاع الفات، يعني الطبيعي بتاع الدهون. انا دلوقتي هتكلم على جزء حاجه طبيعيه بتحصل عندنا كلنا، هي ايه حضرتك يا شباب او انت، يعني المفروض عندك ادي السمول انتستين. تمام كده؟ تمام. السمول انتستين ده حضرتك لسه واكل اكله دسمه بقى وحاجه نظيفه، يعني واكل لحمه والدنيا تمام معاك ومروقه، وكانت دسمه حبتين يعني فيها دهون. فبعد ما اكلت الدهون تم امتصاصها ودخلت وراح لمين؟ المفروض ان الدهون عايزه تروح ترجع للدم تاني، ولكن طبعا ربنا لحكمه خلالك مين؟ خلالك المصفى بتاعت الجسم، اللي مهم جدا ان اي حاجه جايه من السمول انتستين لازم تعدي عليها عشان يعمل لها، عشان الليفر يعمل لها معادله، يعني يعمل لها معادله كده او يعمل لها تعديلات كيميائيه عشان يظبطها، عشان تقدر ترجع لمين؟ ترجع للسيستميك سيركيوليشن تاني. طيب وبالتالي قال لك الفري فاتي اسيد اللي حضرتك كنت واكلها مع الاكله الدسمه اللي انت اكلتها هترجع عن طريق البورتال سيركيوليشن، ترجع لمين؟ تروح للليفر. طب الدهون دي يا شباب، قال لك الدهون دي الليفر اول خطوه هيعملها يعمل ايه؟ هياخد الفري فاتي اسيد دي. طبعا كلمه فري فاتي اسيد يعني احماض امينيه كده لوحدها، كل حمض امين لوحده كده. تمام كده؟ تمام. هو اول ما يلاقيهم متنطورين كده ومتبحترين قال لك لا انا ما عجبنيش الحال ده، هعمل ايه؟ هجيب ماده اسمها جليسرول، ماده دهنيه برضه هي كمان. تمام؟ ماده اسمها ايه؟ جليسرول. قال لك الجليسرول، نفترض ان دي مثلا ماده الجليسرول اهي، تمام؟ اروح ماسك ايه؟ اروح جايب ثلاثه فاتي اسيد اهم، تمام، ممسكهم في ماده مين؟ الجليسرول. فيبقى المركب الناتج عندي عباره عن ايه؟ هو عباره عن جليسرول ماسك فيه 3 فاتي اسيد. تمام كده؟ تمام. يبقى المركب الناتج كله على وضع اسمه تراي جليسرايد، اسمه ايه؟ تراي جليسرايد. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده الفري فاتي اسيد داخله على الليفر، الليفر ياخدها يحولها لايه؟ الى تراي جليسرايد. يعني ايه تراي جليسرايد؟ يعني بياخد الفري فاتي اسيد دي ياخد كل ثلاثه يمسكهم في جليسرول، كل ثلاثه يمسكهم في جليسرول. تمام كده؟ يطلع لك المركبات اللي احنا قلت لك اسمها ايه؟ تراي جليسرايد. طيب هل ليها طريقه ثانيه؟ قال لك اه، في حاجه كمان ان هو ممكن يعمل اوكسيديشن، يعني يعمل ايه؟ يحرق الفري فاتي اسيد ويطلع منها طاقه. تمام؟ وممكن كمان يكون حاجه اسمها الكيتون بوديز. تمام كده؟ الكيتون بوديز ده يا شباب هي حاجات
محتاجه بيعتمد عليها مثلا حاجات زي اورجان زي البرين في التغذيه وانتاج الطاقه، وكمان ممكن حالات الاسترفيشن او المجاعات برضو الجسم لما بيبقاش عنده اي حاجه يجيب منها طاقه برضو ممكن يستغل الكيتو بودز بحيث ان هو يعني في ان هو ياخدها ويحرقها ويطلع منها طاقه. تمام، فدي برضو الكيتو بودز حاجه من الحاجات اللي بيكونها الليفر من الفري فاتي اسيد. كمان ممكن يكون ماده مشهوره كلنا عارفينها اللي هو الكوليسترول. الكوليسترول برضو بيتكون من فري فاتي اسيد. تمام، بس انا خليك ماشي معايا في حته الترايجلسرايد لان ده اشهر واحد. طيب الترايجلسرايد حلو، بعد ما الليفر كونه يقول له بقى وديني يلا بقى على سيستميك سيركيوليشن. يقول له ازاي ده السيستميك سيركيوليشن ده يا شباب عباره عن دم والدم ده اغلبه ميه. طب هل الميه تختلط مع الدهون والزيوت والكلام ده؟ لا طبعا. طب ازاي انت كدهون ترايجلسترايد عايز تروح للسيستميك سيركيوليشن وانت اصلا دهون؟ مش هتعرف تمشي جوه الدم. قال لك خلاص طب نعمل ايه؟ قعد يفكر الليفر قال لك بسيطه، انا هجيب لك حته بروتين صغيره امسكها فيك تبقى شغاله بالنسبه لك مرشد وهي اللي تحركك في البلد. طب حتة البروتين دي اسمها ايه؟ قال لك اسمها حتة بروتين صغيرة كده اسمها ابو بروتين. اسمها ايه؟ ابو بروتين. يبقى انت والله جات لك الفري فاتي اسيد كونت منها الترايجلسترايد. الترايجلسترايد دي ما ينفعش تروح للدم كده على طول. امال؟ قال لك هنبعت معاها مرشد، هنبعت معاها واحد يمشيها في الدم اسمه ابو بروتين. طب لما الابو بروتين يمسك في الترايجلسترايد قال لك المركب الناتج يبقى اسمه لايبو بروتين. حتى باينه منطقيه ليه؟ قلنا الترايجلسترايد دي عباره عن ايه؟ ليبيد او دهون. تمام كده، عندك الابو بروتين ده عباره عن ايه؟ بروتين. تمام كده، فانت لما تمسك ليبيد في بروتين يبقى المركب الناتج اسمه ايه؟ لايبو، يعني ليبيد بروتين، لايبو بروتين. تمام، اللايبو بروتين دي في الحاله دي تقدر تروح للسيستميك سيركيليشن. طبعا هترجع عن طريق البورتال او عن طريق الهيباتيك فين وتروح بقى انفيرو فينا كيفا وتروح للقلب، بعد كده من القلب اللي ترجع للسيستميك سيركيوليشن عادي مفيش اي مشكله. تمام كده يا شباب، حلو قوي. يبقى اذا ده كده النورمال ميتابوليزم بتاع الفات. تعال نقراه سوا كده. قلنا الفري فاتي اسيد اللي جاي من السمول انتستين بعد ما اكلت اكله دسمه حبتين تنتقل للليفر عشان يحصل لها الليفر يعمل لها ايه؟ يا اما يعمل لها استراتيفيكيشن. يعني ايه استراتيفايد او استراتيفيكيشن؟ بص يا سيدي، دي معناها ان انت استراتيفايد ده ان انت تجيب الفري فاتي اسيد تمسكها في حاجه ثانيه. لما عمليه المسكان دي ان انت تمسكها في حاجه ثانيه اسمها استراتيفايد. بنقول ان احنا عملنا استراتيفيكيشن او استراتيفايد. تمام كده، تمام. يبقى انت والله الفري فاتي اسيد عملت لها ايه؟ خليتها استراتيفايد في ترايجلسترايد. تمام كده، حولتها الى ترايجلسترايد، جبت الثلاثه فاتي اسيد مسكتهم على الجسترول اتكون المركب الناتج اللي عندنا اسمها ايه؟ الترايجلسترايد اللي هو اختصاره تي جي. تمام، او ان انت ممكن في حاجات ثانيه زي ان انت تعمل لها اوكسيديشن او تحولها لكيتون بوديز او تكون منها ايه؟ كوليسترول. تمام كده، اللي هو الكوليسترول. طيب حلو، ما علينا. المهم قال لك بعد كده، طب دلوقتي انت بعد ما كونت الدهون او ترايجلسترايد جوه الليفر، طب دي هي دلوقتي عايزه تسيب الليفر وتطلع تاني؟ قال لها لا، ما ينفعش، انت دهون ما ينفعش تمشي في الدم. طب نعمل ايه؟ قال لك والله عشان تعمل اكسكريشن او تخرج الدهون دي من الليفر يا شباب، قال لك الترايجلسترايد تعمل لها كونجوجيشن. يعني ايه كلمه كونجوجيشن؟ يعني تربطها مع مين؟ تربطها مع مرشد او مع حاجه تقدر تمشيها في البلد، اللي هي مين؟ اللي هي الابو بروتين. يبقى انت بتاخد الترايجلسترايد تعمل لها كونجوجيشن مع مين؟ ابو بروتين. يوم المركب الناتج اسمه ايه؟ اسمه لايبو بروتين كومبلكس او لايبو بروتينز. تمام كده، اللايبو بروتين دي بقى تبقى ووتر سوليبل وتقدر تمشي في البلد عادي جدا، مفيش اي مشكله. تمام كده يا شباب، حلو. طيب ماشي يا دكتور. طب انت دلوقتي بتقول لي الفاتي دي نرجع بقى للباثولوجي بتاعنا. الفاتي دي جنريشن هو ابنورمال اكيوميليشن للفات، يعني معنى كده ان مثلا الدهون بتتراجع. طب مين الدهون هنا؟ قال لك في الصوره اللي قدامنا مثلا الترايجلسترايد. طب يبقى الترايجلسترايد دي هي دي لما تتراكم جوه الخليه هو ده اللي هيعمل الفاتي دي جنريشن. حلو قوي. طب انا كده فهمت. تمام كده يا شباب، حلو. طب تفتكر معايا بقى، عايزك تشغل دماغك كمان معايا. امتى الترايجلسترايد دي عددها او كميتها تبقى كبيره لدرجه انها تتراكم جوه الخليه؟ واحد شغل دماغه هيقول لي والله الترايجلسترايد تمام، واحد هيقول لي والله الترايجلسترايد دي ممكن تتراكم امتى يا دكتور؟ هتتراكم لو انا عندي دهون كتيره. مش الترايجلسترايد دي احنا بنصنعها، بنجيب الدهون نركمها مع الجليسرول يقوم يتكون ترايجلسترايد. فانا لو واكل اكله دسمه كبيره قوي، متقل بقى في الاكل وعندي فري فاتي اسيد كتيره قوي، تمام كده، ساعتها هيتصنع عندي ترايجلسترايد بكميات كبيره قوي قوي، تمام، تقوم تتراكم جوه الخليه يقوم يحصل فاتي ديجنريشن. يبقى دي اول طريقه، تمام كده، او اول سبب للفاتي ديجنريشن، ان يحصل عندك زياده في تصنيع الترايجلسترايد نتيجة لإيه؟ زيادة الفري فاتي أسيد. تمام كده؟ تمام. طيب زي ما بيحصل في الناس الأوبيز، زي ما بيحصل في الناس اللي بتشرب خمرة، زي ما بيحصل في الناس الدايابيتس، هكذا. طيب ماشي، حلو قوي. طب تعالى بعد كده، طب سبب تاني. واحد هيقول لي يا دكتور أنا فكرت تفكير حلو أعلى شوية، إزاي؟
بص انت قلت لي يا دكتور ان الترايجلسرايد لازم تمسك في الابو بروتين عشان تتحول للايبو بروتين وتطلع، حلو، معنى كده ان الابو بروتين لو مش موجود الترايجلسرايد مش هتتحول للايبو بروتين، جميل. طب يبقى معنى كده ان الترايجلسرايد يا دكتور مش هتطلع للسيستميك سيركيليشن، برافو عليك. معنى كده يا دكتور ان الترايجلسرايد هتفضل تتراكم جوه الليفر وتتحول الى فاتي ديجنريشن. يبقى انت والله المشكله حاجتين، يا عندك مشكله زياده في التصنيع نتيجه ان انت بتجيب فري فاتي اسيد زياده، يا اما مشكله في الاكسكريشن ان انت مش عارف اصلا تخرج الترايجلسرايد حتى لو كميه صغيره فانت مش عارف تخرجها فتفضل متراكمه جوه الخليه فيقوم يحصل ايه؟ يحصل فاتي ديجنريشن. فهمتوا السبب؟ حلو قوي. تعالى بقى بص هتلاقي السبب مكتوب هنا اهو. يبقى اذا الباثوجينيسيس اوف الفاتي ديجنريشن خصوصا في الليفر، بما ان احنا بنتكلم على الليفر فبنسمي الموضوع ده فاتي ليفر، وده اول مكان واشهر مكان يحصل فيه فاتي ديجنريشن، سؤال ام سي كيو، تمام كده؟ طيب قال لك اهو، يبقى اذا الباثوجينيسيس ان انت حضرتك عندك ترايجلسرايد كتيره متراكمه جوه الخليه لسببين، يا اما زياده في التصنيع بسبب ان انت اهو زياده في التصنيع نتيجه ان انت بتجيب لي كميه فاتي اسيد كتيره للليفر، يا اما مشكله في الافراز انا مش عارف اخرج الترايجلسرايد نتيجه نقص الابو بروتين. نتيجه ايه يا شباب؟ ده معناه ان كميه الابو بروتين لما تقل ده معناه ان انت مش هتعرف تكون لايبو بروتين، وبالتالي الترايجلسرايد مش عارف يخرج بره الليفر فعمال يتراكم جوه الليفر. يبقى يا اما زياده في التصنيع يا اما نقص في الريليز او نقص في الاكسكريشن، نقص في الخروج بتاع الترايجلسرايد من الليفر، تمام كده؟ زياده التصنيع زي ما اتفقنا نتيجه التركيز العالي او وجود كميات عاليه من الفاتي اسيد اللي راح للليفر، او زي ما اتفقنا ديكريز الريليز او نقص الخروج اوف الترايجلسرايد من الليفر نتيجه حاجه زي ما اتفقنا خلل في الربط ما بين مين؟ الترايجلسرايد والابو بروتين مثلا، لان الابو بروتين قليله زي ما بيحصل في حالات زي الستارفيشن مثلا، واحد ما بياكلش، طب ما الابو بروتين دي عباره عن بروتين، فلازم الواحد يكون بياكل كويس وبياكل كميه فيها بروتينات عشان تقدر تصنع، عشان الليفر يلاقي الابو بروتين ده اللي يقدر يمسكه مع الترايجلسرايد. ففي حالات زي الستارفيشن مثلا او المجاعات يا شباب، المجاعه مثلا واحد ما بياكلش ما عندوش بروتينات ما عندوش اي حاجه وما بياكل ما بيتغذاش كويس، وفي الحاله دي خلاص جسمه ما عندوش ابو بروتين فيقوم الترايجلسرايد يتراكم لانه مش عارف يخرج فيقوم يحصل فاتي ديجنريشن، على سبيل المثال ده مثال يعني، تمام كده؟ يبقى ديكريز دي ريليز بسبب ديسربشن او خلل في الكابلنج او الكونجيوجيشن اللي انا قلت لك عليها من شويه مع البروتين، تمام؟ فبالتالي الترايجلسرايد ما تعرفش تطلع منين؟ من الليفر كلايبو بروتين، يعني اللايبو بروتين دي مش هتتكون، تمام كده؟ فيقوم الترايجلسرايد تتراكم جوه الليفر. طب جميل قوي، طب تعالى بقى نعدي الاسباب، قول لي الاسباب يا دكتور اللي ممكن تؤدي الى زياده الفري فادي اسيد، تمام كده، فتقوم تزود التصنيع بتاع الترايجلسرايد، او قول لي الاسباب اللي ممكن تعمل خلل في الابو بروتين فتمنع تكون اللايبو بروتين فيقوم ايه برضه يؤدي الى تراكم الترايجلسرايد. تعالى نقول الاسباب دي مع بعض. بص يا سيدي، رقم واحد قال لك كورونيك الكحوليزم، كورونيك الكحوليزم، قال لك كورونيك الكحوليزم ده يا شباب اللي هو ايه؟ اللي هو الناس الخمرجيه، الناس اللي بتشرب خمره كتير، تمام؟ طب ايه يا عم المشكله الخمره؟ قال لك لا ده الخمره بص عدوتها الليفر، عدو الخمره. الخمره يا شباب بتعمل ايه؟ قال لك الخمره بتزود عمليه اللايبوليسيس، يعني الشخص اللي بيشرب خمره ده الخمره ذات نفسها بتزود عمليه ايه؟ اللايبوليسيس. يعني ايه لايبوليسيس؟ يعني تكسير الدهون، وبالتالي لما تكسر دهون يبقى انت بتزود الفري فاتي اسيد، يبقى انت بتزود التصنيع، تمام كده؟ يبقى انت في اهو، يبقى اذا الخمره بتزود اللايبوليسيس يعني بتزود الفري فاتي اسيد، ودي تتحول الى مين؟ ترايجلسترايد. يبقى الترايجلسترايد تتراكم في الليفر تعمل فاتي ديجنريشن. طب تسكت على كده؟ قال لك ده الخمره يعني بص، قال لك الخمره دي ام الكبائر، قال لك بص تعمل ايه؟ ديكريز في الفري فاتي اسيد اوكسيديشن، يعني كمان يعني انت حتى بص هي بتزود الفري فاتي اسيد. طب انا ممكن اعالج الموضوع بان انا مثلا احرق الفري فاتي اسيد فتخلص منه؟ قال لك لا، الخمره تمنعك، يعني الخمره بتزود الفري فاتي اسيد وبتمنعك ان انت تتخلص منها، بمعنى صح هي بكده بتبلطج عليك، يعني بتقول لك والله انا هزود الفري فاتي اسيد غصب عنك، تمام؟ مش هتقدر تعمل حاجه لان انا بزود اللايبوليسيس وكمان بقلل الاوكسيديشن، تمام كده؟ فانت مش هتعرف تتخلص من الفري فاتي اسيد. كمان بقول لك ايه رايك، انا كمان هقلل لك اللايبو بروتين اكسكريشن. يعني ايه؟ يعني والله فكره الابو بروتين وان انت تحول للايبو بروتين وتتخلص من الترايجلسرايد طز في الكلام ده كله، ماليش دعوه بيه، مش هتعمله. بمعنى اصح كده الخمره يا شباب بتخلي لك الترايجلسرايد عالي جدا، بتدخلك ترايجلسرايد وبتقفل المحبس، بتقفل البوابه، تدخل دخول الحمام ازاي يخرجه، تدخل فري فاتي اسيد كتيره تصنع ترايجلسرايد كتيره تمنع دخوله او اسف تمنع خروجه من الليفر خالص، تمام كده؟ طبعا ترايجلسرايد بكميات عاليه جدا في الليفر يقوم يحصل ايه؟ فاتي ليفر، تمام كده يا شباب؟ او فاتي ديجنريشن في الليفر. طيب طب ده سبب اهو، يبقى سبب وفهمناه كمان. طب السبب الثاني قال لك نيوتريشنال ديفشنسي او ستارفيشن، المجاعات، الناس اللي ما بتتغذاش كويس، تمام كده؟ قال لك الناس دول يا شباب مشكلتهم ايه؟ جسمهم بص يا شباب انا هقول لكم معلومه هنا،
دي ليكم تمام كده، ليكم يعني ايه تعرفوها عشان تبقوا فاهمين معايا تمام. بص حضرتك جسمك عشان يستخلص الطاقه قدامه المواد اللي ممكن يكسرها عشان يجيب الطاقه، مين رقم واحد اللي بيعتمد عليه بشكل اساسي؟ ده كده رقم واحد الاوبشن الاولاني بالنسبه له الكربوهيدرات تمام كده. رقم اتنين ينقل، لو ما فيش كربوهيدرات ينقل على مين؟ على الدهون. لو ما فيش دهون ينقل على مين؟ لا يعني ينقل على البروتين تمام كده. فهمتوا الفكره؟ يبقى انت والله دول الثلاث مصادر اللي جسمك بيجيب منهم الطاقه. لو في كربوهيدرات يكسر كربوهيدرات يجيب منها الطاقة. طب ما فيش كربوهيدرات ينقل على الدهون، طب ما فيش دهون ينقل على البروتين وهكذا. طب انا والله في حالات الاسترفيشن المجاعات الناس اللي مش لاقيه تاكل، قال لك الناس دول يا شباب قال لك طبعا جسمه ما فيهوش كربوهيدرات ما هو ما بياكلش، فبالتالي جسمه هينقل على مين؟ على يبدا ان هو يكسر في الدهون تمام كده. يبقى اذا الناس دول عندهم زياده في ايه؟ زياده في اللايبوليسز، عندهم تكسير الدهون عالي تمام كده. طيب تاني حاجه قال لك الناس دي ما بتتغذاش كويس، يعني ما بتاكلش بروتينات، يعني عندها نقص في الابو بروتين سينثيسز تمام كده. يبقى اذا الشخص ده بيكسر دهون كتيره، فعنده فري فاتي اسيد كتيره، تصنع تراي جلسترايد كتيره، وفي نفس الوقت التراي جلسترايد بعد ما اتصنعت ما فيش ابو بروتين عشان تخرج، عشان تكون لايبو بروتين وعشان تخرج، فبالتالي ايه ده يؤدي الى تراكم التراي جلسترايد جوه الليفر. طيب جاش جميل فهمناها. طب تعالى بعد كده قال لك الناس الاوبيز، الناس اللي عند مرضى السمنه يا شباب بيبقى عندهم برضو زياده في الفري فاتي اسيد، ده طبعا سمنه فعنده دهون كتيره وعنده فري فاتي اسيد كتيره تمام كده. طيب بعد كده طبعا هيؤدي الى زياده تصنيع ترايجلسرايد. طيب الناس الديابيتس ميليتس تمام. الديابيتس ميليتس اللي هم مرضى السكر، قلت لك مرض السكر عندنا نوعين، في نوع منهم يا شباب بيبقى مريض السكر ده عنده مرض السكر نتيجه خلل في الريسبتور اللي موجوده على مين؟ على الخلايا. يعني حضرتك دلوقتي انت الطبيعي بتاع جسمك قلت لك ايه؟ بيستخدم الكربوهيدرات، يحرق يكسر الكربوهيدرات يطلع منها الجلوكوز تمام كده، وياخد الجلوكوز ده يوديه فين يا شباب؟ يوديه للخليه. الخليه دي بتبقى محتاجه الجلوكوز، هو ده المصدر الاساسي لانتاج الطاقه تمام. طيب قال لك الخليه عشان تاخد الجلوكوز بيبقى عليها ريسبتور كده يا شباب، الريسبتور ده هو اللي بياخد الجلوكوز يدخله جوه الخليه. طب قال لك في بعض الناس بقى نوع من مرض السكر قال لك بيبقى عندهم خلل في الريسبتور ده، الريسبتور ده بيبقى بايظ. طب معنى كده ان انت والله لو جبت لها طن جلوكوز برضو الخليه مش هتعرف تدخله، ما هو الريسبتور اللي بيدخل بايظ تمام كده. فحضرتك كل سنه وانت طيب كده الخليه مش عارفه تستخدم الجلوكوز تماما، مهما اديتها جلوكوز مش هتعرف تستخدمه. طيب نقوم نعمل ايه؟ الجسم يتصرف، طالما مش عارفين نستخدم الجلوكوز يقوم الجسم يعمل ايه؟ خلاص انقل على اللي بعدها اللي هي مين؟ الدهون. يبقى اذا الناس في مجموعة من الناس الديابيتك او الناس مرضى السكر بيبقى عندهم زيادة في اللايبوليسز، عندهم زيادة في تكسير الدهون لان هم اصلا مش عارفين يستخدموا الكربوهيدرات. طيب بعد كده قال لك في حالات السيفير انيميا اند انوكسيا. السيفير انيميا يعني ايه؟ واحد عنده انيميا حاده تمام كده، واحد عنده انوكسيا اللي هو الانوكسيا يعني يا شباب اللي هو ما فيش اكسجين خالص تمام كده. طيب برضو في عندك حالات زي التوكسيميا تمام كده، التوكسين اوف الانفكشوس ديزيز، زي مثلا الديفتيريا. الديفتيريا يا شباب مرض الخناق اللي بيحصل بيه بكتيريا اسمها الدفتيريا برضو تمام كده. تمام البكتيريا دي بتطلع توكسين عنيفة جدا تمام كده. التوكسين دي او السموم دي يا شباب بتعمل ايه؟ فاتي ديجنريشن. كمان التايفويد، حمى التايفويد كلنا عارفينها، التايفويد برضو بتحصل بسبب بكتيريا برضو، والبكتيريا دي اللي هي السالمونيلا بتعمل التايفويد فيفر، والتايفويد فيفر بيبقى فيه سموم تمام. السموم دي يا شباب بتروح تعمل ايه؟ برضو بتعمل بتأثر على الليفر وتعمل فاتي ليفر تمام كده. طيب برضو في عندك برضو ممكن بقى يبقى مواد كيميائية، كيميكالز بقى، مواد كيميائية ضارة لو الشخص اتعرض لها بتأذي الليفر، زي الفوسفورس، زي الكربون تترا كلورايد. الكربون تترا كلورايد اعرف الاختصار بتاعه او الرمز بتاعه كربون اللي هو سي تمام، تترا كلورايد يعني رباعي الكلورايد تمام كده، سي سي ال 4 تمام كده. تمام اهو ده الاختصار عشان لو جالك في ام سي كيو ولا حاجه تمام كده شباب. تمام طيب بعد كده قال لك وكمان في ماده الكلوروفورم تمام كده. المواد دي لو الشخص اتعرض لها ودخلت جوه جسمه هتاذي الليفر تمام كده. تمام يبقى دي الاسباب اللي ممكن تعمل ايه يا شباب؟ فاتي ليفر. فهمناها؟ فهمنا كل سبب ممكن يؤدي الى زياده الترايجلسرايد بطريقه ازاي، وممكن يؤدي الى فاتي ليفر ازاي. تمام حلو قوي. طيب ماشي بعد كده قال لك طب ماشي يا عم انا دلوقتي بقى والله لو شخص عنده فاتي ليفر انا محتاج ابص عليه او اشوف الدهون دي. حضرتك في كذا صبغه ممكن نسبغ بيها الموضوع ده. قال لك اول صبغه والصبغه المعتاده ما ينفعش نعديها كده الاتش اند اي. بس ثانيه يا دكتور، ده انا عارف معلومه من زمان قديمه كده كنت قايلها لي في الهيستولوجي زمان، ان الدهون اثناء البريبريشن وانت بتعمل الاتش اند اي تمام كده بتدوب وبتسيب مكانها فاضي. فعلا عشان كده في الفاتي ليفر هتلاقي ان الخلايا اللي متعبيه بالليفر يا شباب، بص الصوره اللي
قدامك دي، بص الصوره دي، هتلاقي حويصلات كتيره بيضه. الحويصلات دي المفروض انها كانت متعبيه بالدهون، المفروض انها كانت ايه متعبيه بالدهون، ولكن لما حضرتك سبقت بالاتش اند ايه الدهون دابت وسابت مكانها فاضي، تمام كده؟ فبنقول بالاتش اند ايه تمام بيحصل ديسولفنج او بيحصل ذوبان للدهون وتسيب مكانها ايه يا شباب كلير فاكيول او حويصلات بيضه زي اللي انت شايفها قدامك دي. طيب لا يا دكتور اتصرف بقى، انا عايز اشوف الدهون بعيني، لازم انا اتاكد بالدهون بعيني. قال لك والله في كذا صبغه تانية. قال لك زي ايه؟ بص يا سيدي، في عندك صبغه اسمها سكارلت ريد. سكارلت ريد ايه ده يا دكتور؟ ده باينه من اسمها، اسمها ريد، يبقى معنى كده انها بتصبغ الدهون باللون الاحمر، تمام؟ طب وريني شريحه كده ليها. ايوه بص الصوره، شايف اللون الاحمر ده؟ كل ما هو لونه احمر دي عباره عن دهون، تمام؟ ده فاتي ليفر اهو، سكارلت ريد ستين، تمام؟ الدهون مصبوغه باللون الاحمر، تمام؟ طب في صبغه ثالثه، قال لك اسمها سودان، سودان فور، تمام كده؟ سودان فور ده بتصبغ الدهون اورنج ريد كلر، يعني لون احمر برتقاني كده ما بين الاحمر والبرتقاني، تمام؟ او برتقاني محمر، تمام؟ شايفين الصوره دي؟ ادي الصوره قدامك اهي، شايفين الالوان البرتقاني المحمر ده؟ هو ده بقى يا شباب، ده كده ايه الدهون. طيب في صبغه ثالثه او رابعه، قال لك اسمها اوزميك اسيد. الاوزميك واخدها قبل كده يا دكتور، وعارف انها بتصبغ الدهون باللون الاسود لما كنا بندرس النيرفاس تيشو في الهيستولوجي، تمام؟ عشان كده لما تيجي تبص على الشريحه بتاعتها ما تستغربش لما تلاقي الشريحه بتاعتها عامله كده لونها اسود، تمام كده؟ طيب حتى بص، شايفين السي في ده؟ ده السنترال فين بتاع اللوبيول بتاع الليفر، يعني ده فاتي ليفر اهو، تمام كده؟ والبورتال ترياد اللي هو الفين والارتري والبايل، ده التركيب يعني بتاع اللوبيول او الفصوص بتاعه الليفر، تمام كده؟ فطبعا دي الحاجات اللي باللون الاسود دي دهون. طيب رقم خمسة، قال لك في عندك اويل ريد او، اويل ريد او دي صبغه قال لك بتصبغ الدهون اورنج ريد كلر، يبقى انت كده في عندك حاجتين اهم، الاثنين اهم بيصبغهم الدهون اورنج ريد كلر، سودان فور واويل ريد او، تمام كده؟ تمام. طب فين الاويل ريد او؟ اهي اهي، بص اهي برضه ايه، اي نعم في اختلاف بسيط شويه كده عنها وعن السودان سري، بس طبعا ايه اختلاف الشرايح بقى وكده، تمام كده؟ بس تبقى عارف عشان النظري ان الصبغتين دول في عندك صبغتين بيطلعوا نفس اللون، اويل ريد او وسودان فور بيطلعوا اورنج ريد كلر، تمام كده يا شباب؟ حلو قوي. ده كده ازاي نصبغ الدهون، يبقى عرفنا الصبغه العاديه واديتك كمان اربع صبغات اضافيه عشان تقدر تشوف الدهون بعينيك، وعلى حسب نوع الصبغه بيطلع لك ايه اللون بتاع الدهون. طيب بعد كده انت قلت لي يا دكتور والله في الاول كده من شويه ان اهو تمام، قلت لي ان الاورجان اللي بتتاثر بالفاتي ديجنريشن هي نفس البارينكيميتوس اورجان اللي كانت قلناها في الكلاودي سويلنج اللي هم الليفر والكيدني والهارت، وقلت لي ان اشهر مكان هو الليفر. طب تعالى نمسك كل واحد من دول، الليفر والكيدني والهارت، نتكلم على الباثولوجيكال بيكتشر بتاعه كل واحد من دول. تعالى طبعا نبدا باشهر واحد، هو مين؟ الليفر، تمام. قال لك الليفر يا سيدي، بص الصوره اللي قدامك دي، ده ليفر كده عنده ايه فاتي ديجنريشن واحنا قاطعينه، يعني واخدين كات سيكشن فيه. طيب بص يا سيدي، قال لك الجروس بيكتشر، هتلاقي طبيعي ان الليفر ده الخلايا بتاعته متراكم جواها دهون، فالخلايا منفخه ومتراكم جواها دهون وورمه وحالتها بالبله، تمام كده؟ فطبيعي ان الاورجان ذات نفسه حجمه هتلاقيه اكبر من المعتاد لنتيجه تراكم ايه؟ نتيجه تراكم الدهون جوه الخلايا بتاعته، تمام كده؟ فطبيعي ان انت تلاقي يا شباب، تلاقي ان الليفر لارج، كبير في الحجم. طيب كمان دي دهون، دهون يعني لونها اصفر، يعني والله هتلاقي ان اللون بتاعه يلو، تمام؟ لونه مصفر. طب كمان هتلاقيها سوفت، سوفت يعني ايه؟ دهون بقى، ما انت هات كده شويه زيت حطهم على ايدك هتلاقيه سوفت، تمام؟ لما تلمسه كده تحس ان في دهون تحت ايدك. كمان هتلاقيه جريزي، جريزي ده يا شباب يعني بص بالعاميه بتاعتنا كده بنقول عليه مدهنن، تمام؟ تبص له من بعيد كده تلاقيه جريزي كده، بتحس انه مدهنن كده، بيلمع كده في سنه لمعان بتاعت الدهون دي، بنقول عليه جريزي ان ابييرنس، تمام كده؟ يبقى دي المواصفات بتاعت ايه يا شباب؟ الفاتي ليفر. قلنا كبير في الحجم، لونه اصفر، تمام كده؟ سوفت وناعم بسبب الدهون، وجريزي ان ابيرنس يعني مدهنن كده نتيجه تراكم الدهون، تمام كده؟ طيب ماشي. طب بالنسبه للمارجن بتاعته، الحواد دي بتاعته والبوردر بتاعته، قال لك هتلاقيها راوندد نتيجه، انا لسه قايل لك من شويه ان هو انلارجد او بيحصل له زياده في الحجم، تمام كده؟ فيقوم لما يزيد تلاقي ايه المارجن بتاعته ما بقتش شارب وخط مستقيم زي الاول، لا ده بقت ايه راوندد شويه بسبب زياده الحجم اللي حصلت فيه نتيجه تراكم الدهون جوه الخلايا. طيب قال لك، طب دلوقتي قال لك في عندنا بقى بنقسم الموضوع، الفاتي ليفر ده يا شباب قال لك بنقسمه لنوعين، او ممكن يكون حاجه من اتنين، يا يكون باتشي يا يكون ديفيوز. ايه يا عم الكلام ده؟ بص يا سيدي، بص الصوره الجميله اللي قدامك دي، ادي ده نورمال ليفر اهو، تمام؟ ليفر عادي جدا ما فيش اي مشكله، تمام؟ تمام. قال لك والله ممكن الفاتي ليفر او المنطقه اللي تتاثر، ممكن مش كل الليفر ممكن يتاثر، انما ممكن مناطق مناطق كده، فلما تيجي تبص على الليفر تلاقي ادي منطقه اتاثرت، وادي منطقه، وادي منطقه، وادي منطقه، وادي منطقه، فبالتالي لما تيجي تبص على الليفر تحس ان في بقع او لطع كده، هي مناطق معينه اللي متاثره متنطوره ومتبحتره كده، تمام كده يا شباب؟ تمام، منطقه منطقه كده، تمام؟ ده بنقول عليها
باتشي ودي بتحصل في حالات الكورونيك فينوس كونجيشن. الكورونيك فينوس كونجيشن او اختصارها سي في سي. قال لك والله الحاله دي بالذات يا شباب هناخدها ان شاء الله في شابتر اسمه هيمودايناميك ديس اوردر، تمام كده هنتكلم عنها بالتفصيل، بس اعرف دلوقتي ان الكورونيك فينوس كونجيشن بتعمل باتشي فاتي ديجنريشن، تمام كده تمام، او بتبقى مصاحبه بفاتي بباتشي بباتشي فاتي ديجنريشن، تمام كده تمام في الليفر. طيب فهمنا فكره الباتشي. طب كلمه ديفيوز بقى، قال لك لا ديفيوز دي يا شباب بتبقى واخده حته كبيره كده على بعضها، تمام كده حته كبيره ايه على بعضها، شايفين اهو ده كل ده حته واحده بقى، مش ما تقوليش بقع ولطع والكلام ده، عشان كده بنقول عليها ديفيوز او منتشره واخده حته كبيره على بعضها كلها، ودي بتحصل في حالات السيفير توكسيميا. بتحصل فين؟ في حالات السيفير توكسيميا. يبقى اذا تاني يا شباب الفاتي ديجنريشن شكله في الليفر، مش شرط يكون واخد الليفر كله، انما ممكن يكون واخد مناطق مناطق، تمام كده. ففي الحاله دي نقول عليه باتشي، ممكن يكون واخد منطقه كلها على بعضها، تمام كده، بس هي منطقه واحده كده على بعضها، تمام، اللي اتاثرت بالسيف زي في حالات السيفير توكسيميا، وهي بقى دي المنطقه اللي اتاثرت وخلاص، تمام كده. يبقى اذا ممكن يكون باتشي او ديفيوز. طيب طب الميكروسكوبيك بيكتشر، لو انا جبت خليه ليفر يا دكتور وجيت ابص عليها، قال لك هتلاقي المنظر ده. ايه المنظر ده يا شباب؟ ادي السيتوبلازم. السيتوبلازم لقيت ان الدهون كلها متجمعه في فاكيول كبيره، تمام كده، عملت ايه؟ قال لك اهو عملت ديسبليسنج او زقت النيوكلس كده في الطرف وبططتها، فعملت حاجه اسمها سيجنت رينج ابيرنس، ومش اول مره نقوله ومش اول مره نعرفه، اللي هو شبه الخاتم، لان حضرتك لما بتيجي تصبغ الخليه دي بالاتش ان اي تقوم تسيب مكانها فاضي، فيبان ان النواه كده وهي متطرفه ومتبططه كده، بتبقى عامله زي الفص بتاع الخاتم، تمام كده. فالشكل كله على بعضه بيبقى ايه، وان والخليه من في النص كده مجوفه، لان الدهون دابت وسابت مكانها فاضي، تمام كده، فيبان ان هو عامل شبه الخاتم كده، فبنقول عليه سيجنت رينج ابيرنس، تمام كده تمام. يبقى ده الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع مين؟ بتاعه الفاتي الليفر، تمام كده يا شباب، تمام، اللي هو سيجنت رينج ابيرنس، تمام كده فهمنا لحد دلوقتي. طيب ماشي حلو قوي. في بقى عندنا حته مهمه جدا، بما ان الليفر هو اهم اورجان واشهر اورجان بيحصل فيه فات ديجنريشن، فلازم نفهم حاجه معينه او حاجه مهمه قوي. بص الحاجه دي ليها علاقه بالتركيب بتاع الليفر، حضرتك ان شاء الله لما تدرس الليفر في الجي اي تي بالتفصيل هتعرف ان الليفر ده يا شباب بيتكون من حاجه اسمها لوبيولز، تمام كده. قال لك اللوبيول دي شايفين بتبقى عباره عن ايه؟ اشكال سداسيه الشكل، في الحقيقه بتبقى عباره عن خلايا، في بتبقى طبعا الحاجات دي بتبقى خلايا كده، بتبقى عامله زي العمدان كده او خطوط، الخطوط شايفين الخطوط ده، دي الخطوط دي بتبقى خلايا، تمام كده، وما بينها فراغات او مسافات كده بيمشي جواها قنوات الدكتس او قنوات الاوعيه الدمويه والكلام ده، تمام، البايل دكت والاوعيه الدمويه. طيب قال لك دلوقتي بص لو جيت تبص على التركيب هتلاقي زي ما اتفقنا كده اللوبيول، او ادي لوبيول وادي لوبيول وادي لوبيول، تمام كده تمام. قال لك في كل نص في النص او في السنتر او في المركز بتاع كل لوبيول بتلاقي فيه وعاء او فيه فين وريد كبير كده اسمه الهيباتيك، طبعا هو المفروض اسمه السنترال فين، سنترال فين اسمه ايه؟ سنترال فين، تمام كده؟ السنترال فين حتى من اسمه سنترال فين لان هو موجود في النص، تمام؟ وعند كل حرف من اللوبيول بتلاقي ثلاث حاجات، ثلاث حاجات ايه هما؟ واحد باللون الاحمر وده بيبقى فرع من الهيباتيك ارتري، تمام كده؟ وواحد باللون الازرق وده فرع من البورتال فين، تمام كده؟ وواحد باللون الاخضر ودي عباره عن ايه؟ دي عباره عن بايل دكت صغيره، تمام كده يا شباب؟ تمام، لو جيت تبص الثلاثي ده على بعضه، كلمه ثلاثي يعني تراياد، تمام كده؟ تراياد. طيب قال لك الترياد ده بنقول عليه بما انه هو بتاع الليفر فبنسميه بورتال ترياد، بورتال ترياد يعني ثلاث حاجات اللي هم البايل دكت والهيباتيك، فرع من الهيباتيك ارتري وفرع من البورتال فين، تلاقي كده ثلاثه ثلاثه وشايفين ثلاثيات كده، بص اهو عند الركن بتاع كل لوبيول، تمام حلو قوي. طب يبقى انت كده لحد دلوقتي فهمت ايه؟ فهمت الاستراكشر، تمام كده يا شباب حلو قوي. طب قال لك بص لو ركزت بقى معايا عايزين النقطه تانية، النقطه التانية بتقول ايه؟ قال لك بص لو جينا نبص على الترياد ده، هو مثلا ادي الفين وادي الارتري اهو وادي البايل دكت، طبعا الارتري وظيفته ايه يا شباب؟ ان هو بيوزع الدم او بيدي الدم للخلايا بتاعت الليفر عشان يغذيها، شايفين اتجاه الاسهم؟ تمام، يعني معنى كده ان الدم بيبقى جاي من الطرف ومتجه رايح لمين؟ للسنتر، ده اتجاه الدم اهو، تمام كده. يبقى اذا الدم يا شباب وهو بيعدي على الخلايا بيعدي على اهني خلايا الاول، الخلايا اللي موجوده في الطرف ولا الخلايا اللي موجوده في النص؟ لا بيعدي على الخلايا اللي موجوده في الطرف الاول. طب الحته دي هتفرق معانا كتير قوي، ليه بقى؟ بص يا سيدي انت دلوقتي بيقول لك والله احنا عايزين نحدد الفات تشينجز دي بتحصل فين، بمعنى ايه؟ بمعنى والله ان احنا لما بنيجي نقسم الـ بص احنا كده كبرنا، شايفين تخيل معايا ان احنا ايه مسكنا مثلا شايفين حته زي كده مثلا اهي ده كده ورحنا مكبرينها، تمام؟ بص شايفين ادي السنترال فين في النص اهو، تمام كده تمام، وادي في عندك شايفين البورتال تراياد اهو،
اللي هو عباره عن فين وارتري وبايل داكت والكلام ده. طيب ماشي، انا قلت لك الدم اللي هو الارتري وهو بيوزع الدم اتجاه الدم بيبقى عامل ازاي؟ ثانيه، اه بيبقى اتجاه الدم كده صح، اهو من البورتال ترايات رايح لمين؟ رايح للسنترال فين. وبالتالي قال لك احنا كده وقلت لك ايه، قلت لك ان الدم بيعدي على مين الاول او بيغذي مين الاول وبيدي الدم لمين الاول؟ الخلايا اللي موجوده ناحيه البورتال ترايات، يعني اللي بنقول عليها البريفرال بارت، او الخلايا اللي موجوده ناحيه الطرف، تمام كده، ثم بعد كده يدي الخلايا اللي موجوده ناحيه السنتر. عشان كده احنا بنقسم السنترال لوب ده يا شباب الى ثلاث مناطق طبقا لمين؟ طبقا للديستريبيوشن او للتوزيع بتاعه البلاد سبلاي. ففي عندك زون 1 دي اللي بتاخد افضل بلاد سبلاي واول واحده بيجي لها الدم، تمام كده، ثم بعد كده زون 2، ثم بعد كده زون 3 اللي موجوده في النص، ودي اخر واحده او اخر منطقه الخلايا بتاعتها بيجي لها بلاد سبلاي، تمام كده. تمام، طيب انا ليه بقول لك الكلام ده كله؟ عشان بقى بص يا سيدي، بيقول لك والله لو فرضنا ان الفاتي دي جينريشن ده يا شباب حصل نتيجه مثلا بكتيريميا، حصل نتيجه ايه؟ بكتيريميا. يعني ايه بكتيريميا يا دكتور؟ يا بكتيريميا معناه ان في بكتيريا في الدم، في بكتيريا في الدم، تمام كده. وبالتالي تخيل معايا ادي الارتري اهو، تمام كده، الارتري ده الدم بتاعه موجود فيه بكتيريا، والبكتيريا طبعا حاجه مؤذيه من الحاجات الاسباب اللي ممكن تعمل فات ديجنريشن، تمام تمام. طب الدم اللي فيه بكتيريا ده هيعدي على مين الاول؟ هيعدي على الزون رقم واحد اللي هو البريفرال بارت، تمام كده تمام. تقوم البكتيريا تاذي مين؟ تاذي الخلايا ده اهي، تاذي الخلايا اللي هي البريفرال. يبقى اذا يا شباب في حالات البكتيريميا لما اسالك اقول لك مين اللي بيتاثر اكتر او مين اللي بيتاثر بشكل اساسي، هل البريفرال بارت ولا السنترال بارت؟ تقول لي لا يا دكتور البريفرال بارت. اقول لك السبب، تقول لي والله على طول لان الدم وهو معدي بيبقى جاي من الهيباتيك ارتري بيعدي على الخلايا اللي موجوده في البريفرال الاول وبعد كده يروح للسنترال، فهو بيعدي على البريفرال بتيجي البكتيريا تاذي مين الاول؟ مين اللي هيتاذي الاول؟ البريفرال بارت. طيب ولنفترض مثلا، طب تعالى اختبر ذكائك بقى، لو قلت لك ان والله الفاتي دي جنريشن بيحصل نتيجه مش بسبب بكتيريميا بقى، لا ده بيحصل نتيجه انيميا. طب بالراحه يا دكتور ساعدني شويه، الانيميا دي معناها ايه؟ والله انيميا يعني نقص الهيموجلوبين. طب ما الهيموجلوبين ده هو اللي بيشيل الاكسجين، طب لما يبقى في نقص في الهيموجلوبين يعني في نقص في مين؟ في الاكسجين. طيب يبقى انا والله يبقى انا كميه الاكسجين اللي عندي في الدم كميه كبيره ولا كميه صغيره؟ لا كميه صغيره، ده يا دوب على قدي. وبالتالي بص بقى، لما الدم اللي عنده كميه اكسجين صغيره يمشي في الاتجاه ده اهو كده من البريفرال للسنترال، انت عندك قد ايه اكسجين يا عم الحاج؟ قال لك يقول لك كميه صغيره، يا دوب زون رقم واحد ده هي اللي تاخد كميه الاكسجين دول، تقوم تتغذى وتقول لك يلا نفسي انا مصلحتي الاول، تمام كده، وتاخد الاكسجين. طب عمل الدم ما يوصل للسنترال بارت خلاص، ما يوصل للسنترال بارت يقول له يا عم فين الاكسجين؟ يقول له والله خلاص ده الزون رقم واحد او البريفرال بارت من الخلايا قال لك خدت الاكسجين اللي كان معايا وانا جاي لك، بص معيش اكسجين خالص. فيقوم سنترال بارت ده يا شباب يقوم يعاني من ايه؟ يعاني من هايبوكسيا، يقوم يحصل له فاتي ديجنريشن. يبقى اذا في حالات الانيميا مين اللي يتاثر، البريفرال ولا السنترال؟ هتقول لي بالراحه كده يا دكتور والله انيميا يعني انا عندي كميه اكسجين صغيره، هتعدوا على مين الاول؟ هيعدوا على البريفرال بارت، البريفرال بارت هياخدهم، يبقى عمل الدم ما يوصل للسنترال بارت هيكون ما فيش اكسجين، يبقى اذا السنترال بارت هيحصل له هايبوكسيا، يقوم يحصل له ايه؟ يقوم يحصل له فاتي ديجنريشن. فهمنا يا شباب؟ يبقى ازاي فهمت ازاي في حالات البكتيريميا، في حالات البكتيريميا مين اللي بيتاثر؟ قلنا البريفرال بارت. طب في حالات الانيميا السنترال بارت. طيب حاله ثالثه بقى، وفي حالات الميتابوليك ديزيزز، يعني والله امراض ليها علاقه بالميتابوليزم، الجسم الميتابوليزم بتاع الجسم او الميتابوليزم بتاع الليفر كله متاثر في الحاله دي كله زي بعضه، يعني ايه؟ يعني البريفرال بارت والسنترال بارت كله هيتاثر ويحصل له فات ديجنريشن. يبقى انت كده يا شباب فهمنا النقطه دي تمام. طيب انا كده لما اجي اقول لك في الامتحان اعمل لي لوكاليزيشن، حدد لي الفات ديجنريشن في الليفر تمام على حسب الكوز، هتقول لي والله لو السبب بكتيريال توكسين، يعني السبب بكتيريا بقى والسموم والكلام ده، ففي الحاله دي هو هيعدي على مين الاول؟ هيعدي على البريفرال بارت او البريفري بتاع اللوبيول، تمام، فيقوم البريفر هو اللي يتاثر والسنترال ما يحصلوش حاجه. طب قلت لك لو قلت لك في حالات انيميا وهارت فيلير ده معناه ان انت كميه الاكسجين قليله، معناه ان اللي هياخد كميه الاكسجين قليله البريفرال بارت، يوم الدم عبال ما يوصل للسنترال بارت يكون ما فيش اكسجين، يوم السنترال بارت يعاني من ايه؟ هايبوكسيا، تقلب بعد كده تعمل له ايه؟ يحصل فيه
السنترال بارت يحصل له فاتي ديجنريشن. طب لو قلت لك بقى ميتابوليك ديزيز تقول لي لا الميتابوليزم يبقى كله زي بعضه، يبقى كده اول اوفر ذا ليفر، يعني الليفر كله هيتاثر سواء البريفرال او السنترال بارت من الليبيول. تمام كده يا شباب، فهمنا النقطه دي. الحته دي تبان صغيره ولكن لو فهمتها مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه فيها بعدها غير ان انت تقراها مره وخلاص. تمام كده. طيب كده خلصنا الليفر بقى كده، ايه قلنا حقنا تالت ومتلت في الليفر. تمام كده. تمام. طيب تعالى بعد كده قلت لك الاورجان اللي بعد كده مين؟ الكيدني. نفس الكلام بالظبط، ما فيش ولا كلمه جديده غير السايد بس. تمام. بص يا سيدي، الجروس بيكتشر هتلاقيها لارج ويلو وسوفت وجريزي ان ابيرنس، نفس الكلام اللي انا قلته. ما اصل ده فاتي ديجنريشن وده فاتي ديجنريشن، فطبيعي ان الكليه زي ما الليفر كان بيزيد في الحجم الكليه هتزيد في الحجم. الليفر كان اصفر برده هنا هيبقى اصفر لان هو نفس الماده اللي بتتراكم هي الفات. تمام كده. هنا هيبقى سوفت ومدهن، هنا هيبقى سوفت ومدهن. تمام كده. المارجن هنا كناك كانت راوندد، برضو المارجن هنا هتبقى راوندد. تمام كده يا شباب. تمام. الفكره في ايه؟ في الميكروسكوبيك بيكتشر برضو نفس الفكره، قال لك هتلاقي سمول فاكيول اوف فات، يعني حويصلات متعبيه دهون، حويصلات صغيره كده متعبيه دهون موجوده فين؟ في الابيسيليال سيل بتاعه الدهون بتاعه الكليه. بس الحاجه بقى اللي محتاجك تركز عليها هنا فين؟ بص يا سيدي، انت المفروض ان الكليه بتتكون من حاجه اسمها النفرونات. النفرونات دي عباره عن ايه؟ جلوميرولار كبسول اللي هو الباومانز كبسول، وفي عندك ايه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول اللي هي الانابيب الملتفه القريبه، بعد كده ثانيه هينل. تمام كده. بعد كده الانابيب الملتفه البعيده، بعد كده الانابيب المجمعه زي ما اخذنا في الثانويه. تمام. طيب قالك الفاتي ديجنريشن بيحصل فين بالتحديد؟ انا يهمني المكانين دول تركز عليهم في الكليه، البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول والاسيندنج بارت اوف لوب اوف هينل. فين بقى الاسيندنج بارت اوف لوب اوف هينل ده؟ بص يا سيدي، شايفين لوب اوف هينل ده؟ لوب اوف هينل ده يا شباب هي عباره عن تانية كده اهو، نازل لتحت، نازل وطالع. يبقى هو عباره عن دراعين، في دراع نازل ودراع طالع. الدراع اللي نازل ده ماليش دعوه بيه، ده ما بيحصلش فيه حاجه. الدراع الطالع ده هو اللي ده اللي بنقول عليه ايه؟ الاسيندنج لوب اوف هينل. الاسيندنج لوب اوف هينل ده هو ده بقى اللي بيحصل فيه ايه؟ الفاتي ديجنريشن. يبقى تاني يا شباب، كل اللي في الكلى محتاجك تعرفه ان والله ان بيحصل ايه؟ الفاتي ديجنريشن بيحصل على انهي جزء؟ على البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول والاسيندنج لوب اوف هينل. تمام كده يا شباب. تمام. طيب ودي صورة طبعا بتفكرك وتوضح لك. خد بالك ان في الليفر قلنا كان بيبقى في عندنا سيجنت رينج امبيرد، انما في الكيدني بيبقى عندنا سمول فاكيول اوف فات. تمام كده. شايفين الشكل؟ ادي النيوكلاس عادي جدا ما تاثرتش. ليه؟ لان ده فاتي ديجنريشن والموضوع ريفرسبل. فده معناه ليه ريفرسبل؟ لان الخليه هتفضل سليمه ما يحصلهاش حاجه، ده معناه ان احنا ممكن ننقذ الخليه. تمام كده. تمام. طيب يبقى ولما تيجي تبص على السيتوبلازم بص هتلاقي في فاكيول كتير اهي، سمول مالتيبل فاكيول، مليانه بايه؟ مليانه بالدهون لونها اصفر اهي عشان مليانه بالدهون. تمام كده يا شباب. تمام. طيب بعد كده ندخل على مين؟ الاورجان الثالث، قال لك اللي هو الهارت. قال لك الهارت بقى فيه شويه تريكات حلوه قوي. الهارت يا شباب قال لك والله اهم جزء من الهارت بيتاثر. احنا خدنا في الاناتومي ان الهارت عباره عن اتنين اتريم واتنين فنتريكل. تمام كده. طيب قال لك اهم جزء بقى اللي بيتاثر، قال لك المايوكارديال فايبر، يعني الالياف العضليه بتاعه مين؟ الفنتريكلز. تمام كده، اللي هم البطينين الليفت والرايت. تمام. وبرده الموضوع قد يكون باتشي وقد يكون ديفيوز، نفس فكره الايه الليفر كده. تمام. حتى لو جيت تبص على الرسمه رسمها لك تاني اهو، ادي ده النورمال ليفر اهو. تمام. لونه عادي جدا اهو. طيب بعد كده قال لك شايفين الباتشي؟ اه، في لطع كده او بقع يا شباب متفرقه كده في كل حته او كل واحده في مكان مختلف. تمام كده. تمام. طب هناك في الليفر كنا بنقول ان الباتش بيحصل نتيجه السي في سي اللي هو الكرونيك فينوس كونجيشن. هنا بقى الموضوع بيختلف، الباتش بيحصل نتيجه السيفير انيميا. السيفير ايه؟ السيفير انيميا. طيب والديفيوز قال لك نفس الفكره، هناك برده كان بيحصل بسبب السيفير توكسين، هنا برضه بيحصل نتيجه ايه؟ السيفير توكسيميا. تمام كده. اهو شايفين ده الديفيوز اهو اللي بيحصل نتيجه التوكسيميا، شايفين بيبقى واخد حته كبيره. تمام كده. تمام. طيب بعد كده، طب الشكل بقى، قال لك في الليفر ليه شكل مميز قوي، ازاي بقى؟ بص يا سيدي، قال لك انت والله المفروض انا حتى ارسم لك الليفر باللون البني شويه يعني. تمام كده. ليه؟ هو بيقول لك والله ان انت لما بتيجي تبص على الليفر او المنطقه اللي اتاثرت في الليفر، فبتلاقي ان في المناطق اللي اتاثرت او الفايبر اللي اتاثرت لونها بيبقى بني، ولنفترض ان اللون الازرق ده لون بني، يعني مش لازم انا اغير اللون بقى. تمام. تمام. نفترض ان دي لون بني اهو، دي الافكتد بارت، اسف، اللون البني ده التيشو العادي او النورمال تيشو. تمام كده. تمام. ثم بعد كده تلاقي جنبها منطقه كده
تمام، لونها اصفر، تمام كده، منطقه ايه لونها اصفر. المنطقه اللي لونها اصفر دي معناها ان دي افكتد بارت او جزء حصل فيه فاتي ديجنريشن. ثم بعد كده تيجي تلاقي بعدها ايه منطقه مثلا ايه موجود فيها برضو طبيعيه لونها بني، بعد كده تلاقي منطقه لونها اصفر، تمام كده، بعد كده منطقه لونها بني، بعد كده منطقه لونها اصفر، تمام كده، بالتناوب كده. يبقى اجزاء صفراء جنبها اجزاء بنيه، جنبها اجزاء صفراء جنبها اجزاء بنيه. طب الشكل ده ما يديكش حاجه او ما يديكش انطباع؟ فكر كده كانها فزوره. ايوه ده شكل مين؟ النمر. النمر بيبقى عامل كده، النمر جزء تحس ان جزء اصفر جزء بني، جزء اصفر جزء بني، تمام كده، تمام. او القطط الصغيره اللي بتبقى متقسمه كده برضو شبه النمور كده، تمام كده. فاذا الشكل ده بنقول عليه التابيفات، تابيفات او تايجرويد. تايجرويد يعني شبه النمر يعني، او تابيفات اللي هو القطه اللي انا قلت لكم عليها دي نوع قطط كده بيبقى متقسم كده اصفر بني اصفر بني وهكذا، تمام كده، تمام. يبقى اذا التابيفات او التايجرويد ده يا شباب ده ابييرنس او علامه مميزه جدا على الفات تشينجز اوف ذا هارت، وبتيجي في الام سي كيو كتير، اكدت عليها كمان مره اهو، تمام. طب يعني ايه تابيكات او تايجرويد؟ قلنا ان بيظهر الريجولار يلو ستريكس، خطوط كده عموديه كده يا شباب، او خطوط او مناطق، تمام كده، بيبقى لونها اصفر، تمام كده، تمام. اللي لونها اصفر دي ده دليل على ايه؟ ان متراكم دهون. يبقى دي بنقول عليها افكتد ماسل فايبر، دي ماسل فايبر حصل فيها فات ديجنريشن. بيبقى موجود جنبها على طول مناطق بنقول عليها بتبقى بتظهر لون بني، براونش ستريك. طالما براونش يبقى ده اللون الطبيعي، ان افكتد ماسل فايبر يعني دي ماسل فايبر سليمه، تمام كده. وكذلك بقى بيبقى الموضوع الترنيتنج، الترنيتنج يعني بالتناوب، مره تلاقي اصفر بعد كده جنبه اصفر، بعد كده جنبه بني، بعد كده جنبه اصفر، بعد كده جنبه بني، بعد كده جنبه اصفر وهكذا، تمام كده، تمام. فيديك الشكل اللي انا قلت لك عليه المميز اللي هو التابيكات او التايجرويد، تمام كده، تمام. طيب بعد كده لما تيجي برضو الهارت، خليك بالك الهارت برضو بيبقى سوفت زيه زي الكليه وزي الليفر، الاثنين كانوا سوفت وده كمان بيبقى سوفت، تمام. زائد بقى ان هو هنا في كلمه مميزه ان هو بيبقى فلابي. فلابي يعني ايه؟ يعني مرهرط، تمام كده. عارفين انتوا يا شباب الحاجه كده لما تبقى لما تلبس هدوم واسعه عليك قوي فتلاقي الهدوم كده متنيه ومرهرطه عليك، هو نفس الفكره. الليفر برضو او اسف الهارت برضو بيبقى فلابي، فلابي او مرهرط كده، تمام كده، تمام. طيب بعد كده اخر حاجه الميكروسكوبيك بيكتشر بقى. قالك الميكروسكوبيك بيكتشر ثانيه، الميكروسكوبيك بيكتشر قالك بتلاقي فيه فاين فاكيولايزيشن وذين ذا ساركوبلازم اوف مايوكارديال فايبر، يعني نفس الفكره اللي احنا قلناها في الكليه كده يا شباب، ان في ايه فاين فاكيولايزيشن، يعني في فاكيولز صغيره كده متعبيه دهون موجوده في الساركوبلازم. كلمه ساركوبلازم اللي هو السيتوبلازم يعني بتاع الخلايا العضليه، السيتوبلازم بتاع الخلايا العضليه اسمه ساركوبلازم. فالساركوبلازم اللي هو السيتوبلازم يعني بيبقى موجود فيه فاين فاكيول او حويصلات صغيره متعبيه دهون، تمام كده يا شباب، تمام. ده كده الميكروسكوبيك بيكتشر ما تختلفش كتير عن الباقيين. طيب طيب شايفين الصوره اللي قدامنا دي؟ اه طبعا الصوره دي مسبوغه بايه؟ بالاتش اند اي، وده الطبيعي اللي مخلي لك ايه، شايفين طبعا اللي باللون الاحمر دي الماسل فايبر عاديه وسليمه يعني، وادي في عندك شايفين الاجزاء اللي باللون الابيض دي يا شباب دي المفروض كانت متعبيه دهون، ولكن لما سبغنا بالاتش اند اي الدهون دابت وسابت مكانها فاضي، تمام كده يا شباب، تمام. طيب بعد كده احنا كده خلصنا يا شباب الثلاثه اورجان اللي هم ايه اللي بيحصل فيهم فات تشينجز. طبعا الكروس بيكتشر والميكروسكوب بيكتشر حطيتها لك في الجدول الملخص اللي قدامك ده، ادي ده سامري يا شباب، هتلاقيه موجود عندك في الكتاب برضو تقدر تذاكر من عليه، هتلاقي فيه نفس الكلام اللي قلناه من شويه بس ده هيساعدك في الذاكره البصريه ويجمع لك الدنيا، تمام. والصور طبعا انت احنا شرحنا عليها مره فتلاقي الدنيا تمام، تمام كده يا شباب، تمام. طيب بعد كده اخر كده احنا خلصنا الفاتي ديجنريشن، تمام. بس لو ركزت معايا وانت واد شاطر كده وبتركز هتلاقي ان انا قلت لك ايه؟ قلت لك في الديفينيشن بتاع الفاتي ديجنريشن ان انا بعمل ابنورمال اكيوميليشن ويزن ذا سيل، يعني جوه الخليه. طب افرض يا دكتور الدهون اتجمعت بره الخليه، يعني ايه اتجمعت بره الخلية؟ يعني اتجمعت في الاستروما او في الشبكه اللي الخليه بتبقى مرصوصه عليها، بمعنى صح انا والله بقول لك ان لو الدهون اتجمعت جوه الخليه اسمه فاتي ديجنريشن. طب لو اتجمعت في الكونكتيف تيشو في الاستروما بتاعت الكونكتيف تيشو، قال لك في الحاله دي هي دي بقى اللي بنقول عليها مرض السمنه او الاوبيسيتي، تمام كده. الاوبيسيتي او مرض السمنه يا شباب هو عباره عن فات اكيوميليشن، تراكم للدهون بس مش جوه الخلايا، لا ده جوه او ويذن يعني ما بين كده في الاستروما الكونكتيف تيشو في الشبكه اللي بتقف عليها الخلايا في الارضيه اللي بتقف اسف في الارضيه اللي بتقف عليها الخلايا، تمام كده. بس خد بالك الموضوع ده بيبقى في الاماكن اللي الطبيعي ان بيبقى موجود فيها دهون زي الكرش، يعني الطبيعي ان البطن يا شباب بيبقى فيها دهون، الطبيعي مثلا ان تحت الجلد بيبقى فيه دهون، تمام كده. فالاماكن اللي الطبيعي ان الدهون بتتراكم فيها يقوم مثلا لو شخص بقى بياكل دهون كتيره تقوم الدهون الزياده دي تتراكم في الاماكن اللي هو الطبيعي انها بتتراكم فيها فيقوم يعمل مرض السمنه اللي احنا عارفينه ده، تمام كده. طب ايه هي الاماكن الطبيعيه اللي بيحصل فيها الاوبيسيتي؟ قلنا السبكوتينوس تيشو تحت الجلد، البنكرياتيك
استروما الساب ايبيكارديال فات، تمام كده؟ دول ثلاث اماكن بيحصل فيهم تراكم للدهون خصوصا عند الناس الاوبيز، تمام كده؟ طيب وخد بالك الاوبيز الاوباسيتي طبقا للديفينيشن اللي قلناه من شويه قلنا لها اسم ثاني اسمها سترومال فاتي انفلتريشن، اسمه ايه؟ سترومال فاتي انفلتريشن. طبعا استرومال ليه؟ لان انا قلت لك بيحصل تراكم جوه الاسترومال كونكتيف تيشو الارضيه بتاعه النسيج، تمام كده؟ وفاتي لان بيحصل تراكم للدهون. انفلتريشن يعني ايه؟ يعني الدهون بتتغلغل او بتتراكم، تمام كده؟ في الاستروما، تمام كده يا شباب؟ حلو قوي. طيب في مصطلح ثالث بقى قال لك اسمه لايبوماتوزيس. اسمه ايه؟ لايبوماتوزيس. يعني ايه لايبوماتوزيس يا دكتور؟ يعني والله هو عباره عن تجمعات مالتيبل لوكالايزد. لوكالايزد يعني ايه؟ يعني شايف انت حضرتك الكرش هنا مثلا، الكرش واخد البطن كلها، مش واخد يعني مثلا ما فيش واحد عنده ايه كرش في نصه اليمين ونصه الشمال عنده عضلات، لا الكرش بيبقى واخد منطقه كبيره. طب اللايبوماتوزيس قال لك لا، ده هنا بقى بيبقى فيه مالتيبل لوكالايزد، يعني منطقه معينه، تمام كده؟ اكيوميليشن اوف فات في بعض الاماكن، تمام كده؟ with or without obesity. يعني ايه؟ يعني وارد ان الشخص اللي يبقى عنده لايبوماتوزيس ده يا شباب ممكن يكون شخص نحيف او شخص رفيع عادي جدا، وممكن يكون شخص اوبيز يعني شخص سمنه. يبقى اذا اللايبوماتوزيس ملهاش علاقه بالاوباسيتي، ممكن تحصل مع الاوباسيتي وممكن تحصل من غير الاوباسيتي. طب ازاي؟ انا عايز اتخيل الموقف. بص الصوره اللي قدامك دي، شايفين اكياس او تجمعات من الدهون عامله ازاي؟ تجمعات من الدهون عامله ازاي يا شباب؟ شايفين التجمعات دي؟ دي عباره عن ايه؟ اي لوكالايز، لانها متجمعه كل شويه في مكان لوحدهم، تمام كده؟ ومالتيبل كذا واحده، يبقى ده مالتيبل لوكالايزد اكيوميليشن اوف فات في اماكن المفروض يعني ايه. طبعا ده ممكن تلاقيها متراكمه في الساب كوتينوس تيشو عادي جدا، تمام كده؟ تمام. وباين قوي على الشخص ده، باين شايفين دراعه رفيع اهو، فهو غالبا او بصيت على جسمه برده فهو غالبا يعني شخص مش اوبيز، وبالتالي اللايبوماتوزيس مش شرط انها تبقى بتحصل مع الاوباسيتي، ممكن تحصل مع الاوباسيتي وممكن ما تحصلش مع الاوباسيتي عادي جدا، يعني بتحصل في اي حد بمعنى صح، تمام كده يا شباب؟ ادي كده ده ايه؟ خدنا الفاتي ديجنريشن وختمنا بمصطلحين يفرقوا لك الفاتي ديجنريشن عن الاوباسيتي وعن اللايبوماتوزيس، فلازم تكون مدرك الفرق ما بين الثلاثه دول عشان الام سي كيو، تمام كده يا شباب؟ واظن وضحت الفرق كويس جدا. طيب تعالى بعد كده كده خلصنا الفاتي ديجنريشن وخلصنا ثالث نوع معانا من السيل ديجنريشن، وهنكتفي طبعا بالنوع ده في الفيديو بتاع النهارده، وطبعا لازم نختم بايه؟ بالاسئله بتاعتنا. فيا ريت توقف الفيديو وتحل الثلاث اسئله دول، تختبر نفسك كده يا شباب، وبعد ما ترجع المفروض وقفت الفيديو حليت الاسئله، ادي كده دي الاجابات بتاعتك، راجع اجاباتك شوف انت حليت صح ولا غلط، واتاكد من السؤالين الالترا شورت دول مهمين قوي قوي قوي، تمام؟ لازم تتاكد ان انت مذاكرهم كويس قوي، تمام كده؟ طيب ثم بعد كده اخيرا نختم بالجمله بتاعتنا او الفقره بتاعتنا في كل مره. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول كن من تكون فانت من تراب. طبعا ده يعلمنا ايه؟ طبعا هو عايز يعلمك التواضع، لازم نتواضع لله يا شباب، نساعد زمايلنا بالراحه يعني، تمام كده؟ وانت راجل المفروض هتبقى دكتور بعد كده، ف يعني تتعامل مع الناس بذوق وباحترام وبادب، تبقى ابن ناس متربي كده، تمام؟ خليك متواضع، تواضع لله يعني، تمام؟ مش تتواضع عشان الناس تشكر فيك وتقول لي انت متواضع، لا، من تواضع لله رفع. يبقى لازم التواضع عشان ربنا يرفع من مكانتك، لازما بشرط من تواضع لله، يبقى لازما ايه؟ التواضع يكون لله، انت بتتواضع عشان ربنا يكرمك وربنا يوفقك. وده كده بالنسبه للفقره بتاعت النهارده يا شباب. ربنا يوفقكم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك يا رب واتوب اليك.